أنا مفكرة أتعلم تصميم أزياء، أخذ معي لأني بحب إني أرسم، بحب إني يعني هيك ألبس، وبحب كل هذا العالم يعني، فبحب الفاشن يعني. بتدرسي في البلاد خارج البلاد؟ فحصتي محلات؟ مفكرة بريت البلاد، لأنه هون مش جعبة كتير أعمل بسيخومتري، مش جعبة بسيخومتري لأفوت. بأثر؟ بفكر، لأنه هون بالبلاد كله بده بسيخومتري، وهذا بيأثر على الطالب يعني اللي بدوش يعمل. مين دعمك أكتر إشي بإنك تختاري هذا الموضوع؟ وكيف اخترتي؟ بناء على شو؟ على تفكير؟ لا، أنا اللي اخترته، وأهلي دعموني يعني. من ناحية شو اخترت؟ اخترت الفنون، لأنه هاي الموهبة عندي من جيل 5 سنين، اللي هي الفنون والرسم. وفي مجالات هون يعني، بس مجالات إنه جدا محدودة، مش عن جد في كميات هائلة اللي اختار، في بس كم اختيار كتير بسيطة، والشروط كتير صعبة على أي حدا هون موجود، من ناحية بسيخومتري، من ناحية ميزانيات، فيش منح، فيش شيء. وكمان يعني لما تعمل البسيخومتري، غير إنهم بجننوك، كتير في فرقيات بيننا وبين طلاب تانية، مثلا إنه علامتنا بتبلش من 200، علامتهم بتبلش من 300. كتير يعني المية بتفرق عند الطلاب، يعني بيكون في حدا ناقصه 20 علامة أو 10 أو 7 يعني، حتى هيك. فهن كتير بيستهونوا الاشي يعني، عندهم مجالات اكتر، احنا كتير صعب. فكرت انا ادرس بحيفا، في عندهم شروط كتير صعبة بجامعة حيفا، فنقلت ادور على كليات في اورانيم، في كذا، بس برضو في شروط صعبة هي، بس انه بنحاول يعني نشد اكتر عليها. يعني حابة تكملي في موضوع الفنون؟ اكيد الاشي الاكيد انه فنون مش راح اغير عليه يعني، بس المجالات مش اكتر اشي من ناحية التعليم. صار لك متخرجة 3 سنين تقريبا، 3 سنين بعدك عم بتفتشي؟ لا لسه، كتجربة مش كتير حلو يعني. حدا بيكون مخلص مدرسة بده يأسس حاله، بده يبلش يشوف الحياة يعني وراه بعد التعليم يعني. المدرسة اشي والجامعات اشي تاني يعني، كليا مش انه نفس الاشي. فبدك تبلش تأسس حالك من ناحية ميزانيات، من ناحية تدور على تعليم مناسب، على علامات، بسيخومتري، شروط غير البسيخومتري، في عيل، في بجرود شلام، كتير كتير شروط صعبة صراحة يعني. عنا بالمدارس بنقصنا هذا الموضوع اللي هن بيشتغلوش عليه، شيلة بيشتغلوش كيف يحضروا الطالب انه يعرف الموضوع اللي بحبه، ولا كيف ينكي، بيشتغلوا بس عنا صار بالمدارس انه يخلصوا البجاريت تاعتهم، يخلصوا الامتحانات. بصير احنا بنكبر، بنوصل لمرحلة بنخلص مدرسة مش عارفين وين نروح، بنبلش نفتش، بنبلش ندور. هذا كتير باخد وقت معنا، اللي احنا 12 سنة بالمدرسة المدرسة بتشتغلش على هذا الاشي. فبلش احنا عنا انه نبدأ نشوف شو بدنا نتعلم، شو بدنا نعمل. يعني انا لي 3 سنين بس عم بشوف ايش ممكن يناسبني، لانه بالمدرسة ما حكوش عن مواضيع معينة كتير، ركزوا على شغلات بسيطة اللي هي بتساعدش بالمستقبل، بتساعدش بحياتنا. عنا يعني انا لي 3 سنين تقريبا، هاي السنة تعرفت شو بدي اتعلم. شو رح تدرس؟ راح اتعلم برماد جان اسا نهول عساكين، مع كمان موضوع اللي هو حتشنوت، اللي هو موضوع جديد فات، التؤر هو دو حقي حاليا برماد جان. وليش اخترت رماد جان؟ كيف اختيار الاكاديمية بيكون على الطالب، مثلا لما الموضوع موجود في عدة اكاديميات او جامعات؟ طلع الموضوع كان عندي، انا حاب هذا الموضوع، دورت كتير بمحلات. بالاساس انا كانت هاي المخللة اخترتها لانه هاي المواضيع مش موجودة بمحلات تانية غير بهاي المخللة بهذا المحل. كمان اشي اللي هو بأثر كتير انه احنا بالناصر هون مثلا موجودين، فيش عنا محل، فيش عنا جامعات، فيش عنا سكن، احنا نضطر كمان نطلع لبرا نسكن بحيفا ولا برماد جان. هذا كمان تكاليف علينا، احنا اصلا بنحتاج كمان 3 سنين واكثر من 3 سنين عشان نحاول نجمع شوية مصاري اللي نقدر نفوت على التعليم، اللي نقدر نلاقي سكن، اللي نقدر نكمل حياتنا يعني. فهي الصعوبة كمان هي بتأثر انه احنا ناخذ سنين اكثر نقعد قبل التعليم، اللي نحاول نجمع مصاري، نجمع شوية شغلات اللي تقدر تساعدنا بتعليم.